وقع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي بروتوكول تعاون بشأن توفير 600 طن لحوم كدفعة أولى من صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية. من جانبه أثنى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على التعاون مع وزارة التموين مشيرا إلى أن صكوك الأضاحي ستكون هذا العام 2000 جنيه للصك، وأكد الوزيران أن المشروع يعد نموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني. جاهزة بحيث أنها يتم توزيعها. السنة اللي فاتت وصلنا ل 1200، بس احنا ابتدينا السنة دي ب 600، ثم في أي وقت وزارة الأوقاف بتطلب زيادة فبيتم الزيادة فيها. طبعا العلاقة والتنسيق ما بين وزارة الأوقاف ووزارة التموين لا يحدث في هذا المقام فقط، ولكن في كافة المناسبات، وزي ما معالي الوزير تفضل وقال إن هذا يعتبر نموذج متميز للانضباط والشفافية والوضوح. ده نموذج للعمل الإنساني الخيري المنضبط في غاية درجات الانضباط، سواء بداية من تأمين الصك في الوثائق المؤمنة، سواء من الشفافية في الإعلان يوميا عن مبالغ التحصيل، سواء في تحويل المبالغ إلى لحوم وتوزيعها بآلية شديدة الانضباط والدقة مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية.